يسعد مساكم مشاهدينا وحياكم الله من جديد في برنامجكم الرياضي اليومي قانون اللعبة وحديث حول رياضة الكريكت هنا في الكويت. ضيف العزيز اللاعب في الحلقتين السابقتين، ولكن الحين في هذه الحلقة بالتحديد هو أول حكم كويتي في لعبة الكريكت ودولي، صح؟ أول حكم كويتي دولي في لعبة الكريكت، الكابتن طارق بيلس. بعد السيرة الذاتية نعود. ارحب في الكابتن طارق بيدس، حياك الله حكمنا الدولي. الله يحييك يبجيك يسلمك. اول شيء متى صرت حكم دولي واول حكم دولي كويتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافيه. الله مشكورين لاستضافتكم. لعبه كريكت بالنسبه لي لعبه ممتعه. نعم. وانا حبيتها يعني من لما بديت العبها في نيوزيلندا. حلو. يعني هو عبارة عن شغف باللعبة، في شيء معين حبيت اني شنو اسوي شيء، يعني هو شغف وحب للعبة، ان في لها استراتيجية معينة، في لها قوانين. جميل. في لها تفاصيل، فانا حبيت ادش اكثر بالتفاصيل. كوني اني لعبتها لمدة طويلة فحبيت اني اتخصص. حلو. زيادة في التفاصيل، فبديت ادرس الكريكت ولعبة الكريكت وقوانينها. نعم. والحمد لله أن الاتحاد الكويتي للكريكت ما قصر وياب لنا نخبة المدربين. حلو. والمعلمين للكريكت في آسيا. جميل. للكويت، وخذينا كورسز الكريكت والتخصص والشهادات. بدينا بسمونهم ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2. حلو. فالحمد لله يعني من 2004 ل 2010 ل 2015 حصلت على الشهادات على الليفلات هذه. إينا. من 0 الى 1 و 2. الان انت الحكم الوحيد ولا في حكم ثاني؟ حاليا بالكويت او كحكم كويتي الحكم الوحيد. الحكم الوحيد، الله يوفقك وان شاء الله نشوف ايضا الكثير من الحكام الكويتيين زملاء لك ان شاء الله ايضا تاخذون البطولات سواء المحليه او حتى الاستحقاقات الخارجيه، تمثلون الكويت خير تمثيل ان شاء الله. من بعد هذا التمثيل، وبلا شك انت تمثل الكويت في هالمهمه نقول التحكيميه في هذه البطوله، تحط هنا علم الكويت وتروح البطولات الخارجيه، طارق اول شيء في بالك اثناء تمثيلك للكويت للمباراه شنو؟ طبعا اول شيء افتخر باني اكون حكم كويتي امثل دولتي في الخارج، ولما المحافل الدوليه او تروح بلد خارجيه العين تكون عليك. نعم. وانت عباره عن مراه لدولتك. صح. فلازم ان انت تلتزم بالمعايير الدوليه الاخلاقيه، طريقه التعامل. حلو. مما طبعا يعكس على بلدك. أكيد. وثقافتنا وحضارتنا. تمام. في الخارج الله يوفقك إن شاء الله في المهمة دائما وأبدا. أروح إلى الطاقم التحكيمي حق لعبة الكريكت أثناء المباراة، كم عدد الحكام؟ هم في كل مباراة في حكمين بس داخل الملعب. أي. وفي عندك حكمين برا الملعب. هالملعب هذا الكبير وعدد اللاعبين الكبير بس أربعة؟ أي أربعة. طبعا داخل الملعب في عندك دائما الحكم اللي هو واقف عند البولر. نعم. أو عند الخشبة اللي ترمي الكرة. في حكم الثاني يكون واقف على الخط علشان يشوف تحركات اللي ماسك المضرب. حلو. يشوف مثلا في تي الكرة مرات تحوش الخشب، هل اللاعب يكون داخل الخط خارج الخط؟ هو لازم وين يكون اللاعب؟ مثلا لازم يكون داخل الخط في حال ان انت تبي ترمي الكرة عشان المضرب. او الدفاع يبي يرمي الكرة عشان يكسر الخشب. حلو. لازم يكون اللاعب واصل
الخط علشان لا يطلع برا. اذا كان مو واصل والدفاع طق الخشبه اللاعب يعتبر ران اوت، يعني طلع برا اللعبه. حلو. طبعا في عندك الحكم اللي برا اللي هو يشوف شنو احتياجات اللاعبين، شنو احتياجات الحكام داخل الملعب. حلو. يشوف اذا في اصابه، اذا في شيء. نعم. وطبعا يحدد الوقت. حلو. وكل شيء. وفي عندك السكورر اللي هو اللي مسجل والميقات وكل شيء. نعم. حلو. انا بوقف يا كابتن طارق، اروح الى هذا التقرير الخاص في الكريكت واعود. لعبة الكريكت عرفت في انجلترا وحظت بشعبية كبيرة جدا بين أفراد المجتمع. خرجت هذه اللعبة إلى بعض الدول عن طريق الاستعمارات البريطانية إلى أمريكا الشمالية والهند واستراليا، مما زاد في شعبيتها وانتشارها إلى العالم بأسره. وتعد الكريكيت من أكثر الرياضات شعبية في الهند. من بعد هذا التقرير كابتن طارق، أبقى في الجانب التحكيمي، شرحت لي كل دور للحكام الأربعة. في حال إصابة حكم معين يعني داخل الملعب، خلينا نقول حاشة شد عضلي، يصير هناك تبديل ولا استعانة في الاتحاد؟ ألو تعال بسرعة يبونا حكم، خلي يكون مكان الحكم الأساسي. لا طبعا الحكم اللي برا يقوم بهذه المهمة. إذا كان في إصابة حق الحكم اللي داخل مثلا في الخطأ حاشة الكرة. حلو. مثلا احنا طبعا بالتدريب على التحكيم نتعلم شلون نوخر عن الكره. نعم. على اساس ان نشوف الكره والخط والخشب مثلا او اللاعبين بطريقه اوضح عشان نحدد وناخذ قرار. تمام. مثلا نطلع اللاعب، اللاعب صح، اللاعب خطا. نعم. كذي. فلا سمح الله اذا صار في اصابه الحكم اللي برا يبدل مع الحكم اللي داخل. ممتاز. عشان تكونتينيو اللعبه. تستخدمون تقنيه الفيديو خلينا نقول الفار في لعبه الكريكت؟ طبعا. حلو. اي حكم واحد، اي واحد فيهم اللي يستخدم الفار؟ في عندنا السكورر اللي هو موجود في المسجل. المسجل. نعم. هو دائما في غرفه الفيديو. حلو. يكون مطلع على الملعب ويكون تسجيل الفيديو موجود. اذا احتاج انه يرجع حق الفار. اي نفس المسمى، هو فيديو ريفيو. فيديو ريفيو اعاده. نفس تقريبا. تمام. اي فيعني حكم اللي بالملعب يطالع الفيديو ولا بس المسجل هو اللي يتابع الفيديو ويعطي القرار مثلا؟ هو بالعاده بالمباريات الدوليه يعطون المجال حق الفريق انه هو يسوي تشالنج حق الحكم. حلو. لازم كابتن الفريق هو المخول من كل فريق. تمام. انه يسوي تشالنج حق الحكم. كم تشالنج عندك بالمباراه؟ هو عنده ثلاثه تشالنج. حلو. 3 تشالنجز. ف بالمباريات الدولية أول ما تصير الانسيدنت أو الحادثة. أيه. على طول الكابتن يقول حق الحكم أبي ريفيو. فالحكم يسوي حق السكرولر كذي. أيه. إنه يعني طالع التلفزيون أو طالع اللقطة هذه. أيه. وبعدين يطلع على البورد على السكرين شنو. نعم. القرار. جميل. بعد ما يشوفون الفيديو. هذه سالفة السكرين والشاشة، وانا بالملعب قاعد اطالع وانا وانت تسولف هم قاعد في اشياء من وراء قاعد تشدني فبسالك ان شاء الله فيها. لكن متى انت تقول متى الحلقه الجايه؟ كل الشكر لك كابتن طارق، الشكر لكم انتم متابعينا مشاهدينا الكرام. الوعد في الحلقه الجايه ونستكمل وياكم قرارات التحكيميه حول لعبه الكريكت مع حكمنا الدولي طارق بيدس. فما عليك.